بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة البي كي بروجرامرز. هذا الفيديو راح نسوي برنامج ندخل له نص. هذا النص اللي راح ندخل له مكون من حروف كابيتال وحروف سمول. أريد من هذا البرنامج اللي يسوي لي إياه هو أنه كل حرف كابيتال يحول إلى سمول وكل حرف سمول يحول إلى كابيتال. لكن أنا أبرمج، مو أستخدم دوال جاهزة. أوكي، بكل بساطة خل أعرف شغلة. حرف الأي الأسكي مالته 65، وحرف الأي سمول الأسكي مالته 97. أوكي، خلينا نجي نشوف شغلة. عفنا من هذا، لو أنا عندي كاركتر سي يساوي لي أي كابيتال، أوكي، راح أجي أقول له سي تساوي سي مثلا زائد 1، وراها راح أقول له سي أوت سي أنفذ. هسه السي إيش بيها؟ بيها أي. لاحظ طبع لي بي، ليش طبع لي بي؟ لأن هنا كانت هي أي، من قلت له أي زائد 1، أي راح يعاملها كأسكي مالتها. 65 زائد 1 صار 66، و66 هو أسكي البي. أوكي، راح نسوي عملية بسيطة. 97 ناقصا 65، 7 ناقص 5 2، 9 ناقص 6 3. بكل بساطة أنه حرف الأي كابيتال 65، الأي سمول 97، البي كابيتال 66، البي سمول 98. يعني الفرق بين كل حرف كبير وصغير هو 32. أوكي، فإذا بدل ما أقول له زائد 1 راح أقول له زائد 32 أنفذ. لاحظ أنا دخلت أي كابيتال صارت أي سمول. أوكي، والآن لو عندي حرف أي سمول وأجي أقول له ناقص 32، من 97 ناقص 32 يساوي لي 65، إذا طبع لي أي كابيتال. أوكي، هسه الفكرة هذه صارت واضحة عندي. راح اجي اشتغل string text get line cl فارزة text. الان راح اسوي for int i تساوي 0، ال i اصغر من text dot length i plus plus. اوكي، راح اجي اشيك الحرف هل هو حرف صغير. اوكي، شلون اعرفه حرف صغير؟ بكل بساطه راح اقول له اذا if التكست text of الاي اكبر او يساوي، ممكن اقول هنا 65، احنا عرفنا القيمة رقمية. ممكن اقول له بصورة ابسط، عفوا اذا اشيك هل هو صغير، يعني المفروض ممكن اقول له 97، فأنا أقول له أي سمول. وبنفس الوقت and text of الاي أصغر أو يساوي الزد، يعني إذا أشيك هل هو بين هذا الرينج وهذا الرينج. إحنا دائما اللي بنسويه كالتالي، بالرياضيات عندي فتشي واللي هو أنه أنا عندي خط أعداد، مثلا أنا عندي 0 1 2، سالب 1 سالب 2. لما أقول هذا الشكل سالب 1 فارزة 1، هذه المجموعة معناها سالب 1 وصفر وواحد. لما أقول مثلا سالب 2 صفر، هذه المجموعة معناها سالب 2 سالب 1 صفر. أما إذا أجي أقول سالب 2 صفر، هاي المجموعة معناها فقط سالب 1، والسالب 2 وصفر ما داخله. اوكي، نفس الشيء بالبرمجة، اذا اقول اكبر او يساوي معناها هذا ايضا داخل، وانا اقول اصغر او يساوي معناها هذا ايضا داخل. اما لو اقول فقط اكبر واصغر معناها هذا ما داخل، مثل القوس هذا بالرياضيات. اوكي، اتمنى تكون الفكرة وضحت. نرجع لبرنامجنا الان. اذا الحرف كان صغير يعني الاسكي مالته مثلا اي كابيتال 97، فراح اقول هذا
text of i minus يساوي 32. وعرفنا هي كانها نفس الشيء، يقول text of i ناقص 32. 97 ناقص 32 65. 98 ناقص 32 راح يعطيني 66، وبنفس هاي الطريقة. اوكي، else if التكست of i الحرف الحالي أكبر أو يساوي لي a capital and التكست of i أصغر أو يساوي لي z capital، أنا كل اللي راح أسويه راح أزيده 32. text of i plus يساوي 32. بعد ما أكمل أنا راح أطبع النص مالتي text. جيد، الآن أنفذ. راح أطلب من عندي داخل النص bk programmer على سبيل المثال، لاحظ قلب لي small small small، وهذا أصبح البقية capital. هنا أنا الفكرة هذه مالتنا بالتعامل بالشرط والاسكي. اتمنى تكونوا استفادتوا من هذا الفيديو، نشوفكم مثال اخر مع السترينج.